مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن حزب المؤتمر الشعبي هاجم حكومة حمدوك الانتقالية في عدد من المناسبات المختلفة وفي عدد من المؤتمرات الصحفية، وإياكم مشاهدينا سنتعرف على أسباب هذا الهجوم وهذا العداء بالإضافة إلى عدد من النقاط والتفاصيل والمحاور. وأرحب بضيفي دكتور أمين محمود، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي. مرحبا بك دكتور أمين. عليكم السلام ورحمة الله، والتحية عبركم لكل أبناء الوطن. إذن دكتور أمين، تناهضون دكتور حمدوك وصحبه، ترى ما هي مآخذكم على هذه الحكومة؟ هل هي مآخذ شخصية أم هي تحفظات على السياسة المتبعة؟ وهل لك أن تجمل لنا هذه النقاط وهذه المآخذ؟ أولاً الخط المتسق مع فكرة المؤتمر الشعبي أنه هو يعني يلاحظ ويبدي ملاحظات حول سياسات. ليس لنا أي مشكلة شخصية مع أي كيان سياسي، إنما الممارسة. نحن ننقد الممارسة حينما ينحرف عما نراه أنه يعني لا يصلح أمر الوطن. تحفظاتكم إذن، اعذرني على المقاطعة، ليست على الشخصيات التي تكون المجلس الوزاري والفكر الذي يتبعونه والأهلية والكفاءة والخلفيات العلمية التي أتوا مؤكد منها؟ مؤكد. أولا فيما يخص الفكر، التصرف الإنسان يعني عنوان لتصوراته الفكرية. فإذا ما كان الإنسان يعني تصوره الذهني مخالف لما هو معهود في 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 في, في البلد يعني، لأنه أي حكومة مفروض تخدم قضايا وطنية. فإذا كان هناك انحراف في فكر الإنسان، نؤكد أنه تصرفاته أيضا هتكون غير سليمة. في هذه الحالة لن نسكت طبعا. يعني نحن نقدم النقد من أجل الإصلاح. فلذلك أي موقف نراه غير متسق مع هوية المجتمع نقول فيه ما نقول. طيب، ما هي المؤشرات التي لمستموها ومن خلالها أطلقتم الحكمة بأن حكومة حمدوك تنحرف عن المسار الذي من المفترض أن تسير عليه؟ أولا الشعب السوداني قدم تضحيات وأي من أجل الثورة، من أجل قلع هذا النظام السابق، نظام الرئيس السابق. كل الناس قدموا تضحيات، وتضحيات جسيمة. مؤكد أي إنسان قدم تضحيات يعني يتطلع إلى مكافأة. صحيح. حول يعني هذه المكافأة ليست هو تغيير، يتطلع إلى تغيير ماضي ومعاناة نحو إصلاح. هذه الحكومة الآن تغرق في مسائل ليست هي قضايا شعب سوداني. قضايا ماذا طيب؟ مثلا الحديث عن العلمانية، الحديث عن سيداو، الحديث كل هذه مسائل انصرافية. ولكن دكتور، حتى الآن لم يتم وضع مثلا اتفاقية سيداو أمام رئاسة مجلس الوزراء بشكل رسمي، كلها مجرد أحاديث جماهيرية وأحاديث شعبية حتى الآن. طيب، ألا تعتقدين أن هذه المسائل وإثارتها ممكن أن تعبئ الشعب اللي بيؤمن اللي بيطلع أنه الحكومة تعبر عنه هو عن الشعب؟ ألا تعتقدين أنه هذا ممكن أن يؤثر في تسبيب كراهية بدون سبب؟ هذه هي المسائل التي نتحدث فيها. الأمر الثاني المهم جدا في أنه الآن، لحد الآن، أن نحن نرى أنه الحديث عن السلام مثلا الحكومة الانتقالية أعطته أولوية الآن. هذه أولوية
أولوية وقصوى أيضا، أولوية قصوى. لا يعني يمكن أن تصفيه بالقصوى، ولكن لماذا وصفتها بالقصوى؟ لأن هناك حقيقة مشكلات وأزمات كثيرة تعصف بالبلاد، ورغم ذلك مثل مثلا المشاكل الصحية، المشاكل التعليمية، المشاكل الاقتصادية، ورغم ذلك فالحكومة الانتقالية أولت أهمية قصوى لمسألة السلام، لأنها ترى أنه في حالة إرساء السلام بعدها تحل كل المشكلات بالنتيجة. نعم، نحن مع إعطاء الأولوية لقضية السلام، لكن هذه أولوية، يعني هذا حديث في ورق، هذا حديث في ورق. الأولوية عندنا تعني أنه مثلا من الناحية الإجرائية، عشان نخطو خطوات تفضي إلى سلام، لا بد من تغيير النماذج النمطية التي كانت تتبعها العهد السابق ولم توصل الناس إلى السلام. من هذه النقاط الإجرائية أنها لم تستطيع في أن تجمع كل العناصر المؤثرة في القضية، وبالتالي لا يمكن أن توقف حرب بالحديث عن يعني عن أجزاء من الأزمة. من هي العناصر المؤثرة في القضية؟ ألا يكفي أبرز قادة الحركات المسلحة وافقوا على إجراء هذه المفاوضات، مفاوضات السلام، وبالفعل جلسوا إلى طاولة حوار، ولكن حدثت بعض كذلك ربما كذلك جلسوا أيام العهد السابق، كذلك جلسوا وعقدوا اتفاقات هي كانت جزئية. السلام عملية كلية، يعني لا يمكن أن تختزل موضوعات السلام، ولا يمكن أن تعمل سلام جزئي، لأنه أي فراكشن في من 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 الحركات يبقى خارج الحل، يمكن أن يسبب مشكلة. المعضلة الكبيرة اللي يعني أنا قلت أنه لازم تغيير أنماط، تغيير يعني الأسلوب القديم، في أنه ليست الحركات وحدها هي التي تتحكم في قضية السلام، وبالتالي أي مسعى من غيرها؟ المجتمع المتضرر، المجتمع المتضرر، هذا المجتمع المتضرر، المجتمع المتضرر هناك من يتحدثون باسمه ليس كافيا. أول حاجة هذا المجتمع المتضرر، يعني خلينا نشرحه، هم مجموعة الأشخاص اللي تضرروا بالحرب، عددهم أكثر من 3 مليون تضرروا بالحرب. طيب هؤلاء ليسوا جميعا في المعسكرات، هم دخلوا جزء منهم، جزء كبير منهم في المدن. لحد الآن ما استطعنا أن نخاطب هؤلاء الناس المتضررين، سواء كانوا نازحين أو كانوا أبناء النازحين، يعني أشخاص لم يذهبوا إلى المعسكرات ولكن ذهبوا لداخل المدن ويحملون غبون كثيرة. طيب دعني أستوقفك في هذه النقطة، أنت قلت أن هناك فئات عريضة من المجتمع هي التي تضررت من هذه الحروب وهذه المعارك. الآن الحركات المسلحة وضعت شروطا من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وطاولة التفاوض، من ضمن هذه الشروط إطلاق سراح الأسرى، ربما بعض الذين هم موضوعين على قائمة المنع من السفر أيضا طالبت الحركات المسلحة برفعهم من هذه القائمة، ربما أيضا إعادة الحق بشكل مادي أو بشكل مجتمعي، إعادة الاعتبار لهؤلاء المتضررين. إذن الحركات المسلحة وضعت شروطا وتحدثت باسم هؤلاء المتضررين، ربما هذه الحركات المسلحة أرسلت وفودا، ربما جلست مع هؤلاء المتضررين وبالتالي نقلت شكواهم في شكل هذه الشروط التي نقلتها للحكومة الانتقالية والتي وافقت عليها الحكومة الانتقالية. دعيني في هذه السانحة أن أقدم نصيحة للحكومة. أنا تحدثت عن تغيير في الإجراءات عندما تحدثت بكامل. نعم، وسأتحدث الآن عن مطلوبات السلام، أما يمكن أن يحقق السلام للسودان.
أولا هناك قضايا يعني لا تحتاج أن الحكومة تجلس مع أي طرف من الأطراف، لأنها تقع ضمن مسؤوليتها المباشرة. مثلا توفير الأمن في القرى لعودة الناس النازحين، وهذه قضية مهمة جدا. إذا يعني ولا تحتاج أن الحكومة تجلس مع أحد من الناس لتنفيذ هذا الأمر ولتحقيق هذا المطلب اللي هي من صميم عمل الدولة، من صميم عمل الدولة. فليبدأ غدا بتجريد المجموعات التي تسلحتها ذات الحكومة وتؤمن للناس العودة بتوفير الأمن. هذا التجريد أيضا يحتاج لشروط، ما الحركات المسلحة لن تقوم بسماح بأن تجردها من سلاحها الذي تدافع به عن أرضها وعرضها. نتحدث عن 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 عن, عن واقعة عشناها. الحكومة السابقة قامت بتسليح عناصر بشكل انتقائي. صحيح. هذه العناصر للآن هي التي تهدد السلامة، سلامة المواطنين العاديين. وذات الحكومة القديمة شرعت في أن تجمع هذا السلاح وجمعته بشكل جزئي، وحقق هذا الجمع الجزئي السلام اللي يعني الآن كثير من الناس استشعروا بقيمته. كويس، فلماذا لا تمضي هذه الحكومة في نفس الطريقة؟ أنا متأكد جدا أنه يعني من واقع معايشتي ودراستي للوضع في دارفور أن جمع السلاح من العناصر التي سلحتها الحكومة هي مفتاح تأمين المجتمعات في دارفور. طيب، ما هي الآلية التي ترى أنها الآلية الأنسب والأنجع التي يجب أن تتبعها الحكومة الانتقالية من أجل أن تقوم بجمع السلاح، طالما أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية لا ترضيكم؟ ما هي الآلية طيب التي ترونها هي الأفضل؟ طيب، أولا يعني السلطان الدولة سلطان الدولة لازم تكون حاضرة في هذه العمليات. فمثل ما جمعوا السلاح في الفترة الفاتت لازم يستمروا في هذه المسألة. ويعني الآن حتى قوات الدعم السريع فيه عناصر يعني يمكن أن نقول أنها تمثل يعني طيف واسع من أبناء السودان. مع القوات المسلحة يستمروا في هذه العملية، في عملية جمع السلاح من أيدي الأشخاص الذين يحملون السلاح ويهددون الناس في الطرقات وفي المزارع ويرتكبون الأخطاء. أيضا ما زلت لم تخبرني بالآلية التي يجب أن يتبعها. هل تظن أنها يجب أن تكون آلية سلمية، آلية عسكرية، مثلا مجابهة السلاح بالسلاح كما سبق وقلت لك يعني أنهم لن يسلموا سلاحهم الدولة؟ هذه المسألة يعني تحتمل الاثنين. تحتمل أول حاجة إقناع حامل السلاح أيا كان أن هناك دولة ستتولى حمايته. جميل، ستتولى حمايته. أيضا عمل سياسي يعني الدعوة أو يعني وعي لكل قطاعات أي منطقة تشاهد نزاع. مهم جدا أنه يزال أصل الحرب في الأول بيتكون في العقل. فمعالجة العقل اللي بيدفع الناس نحو الاقتتال، هذه الذهنية لازم يعني يعني تكون في مبادرات ويكون في السعي. فلذلك هذه عملية فيها قوة الدولة وفيها
يعني تغيير الناس. طيب ما رأيك في الترغيب الذي اتبعته حكومة حمدوك أو الحكومة الانتقالية ووعدها للحركات المسلحة بأنها ستقدم لهم مقاعدا في المجلس التشريعي؟ ألا تعتبر هذه أيضا نقطة لإبداء حسن النوايا وأنه بالفعل أن الحكومة ماضية في تحقيق مبادئ السلام؟ أنت ذكرت قبل قليل أنه لابد من ترغيبهم بنقطة السياسة وإقحامهم ربما وإدخالهم في المنظومة السياسية. نعم، تحدثت عن احتياج المجتمع، لكن يعني دعيني أقول أنه سياسة التخصيص هو المحاصصة و تحويل عملية السلام إلى صفقات في سلطة، هذه واحدة من الملاحظات الكبيرة اللي أعاقت وصول الناس لسلام في السودان. لذلك يجب ألا ترتبط هذه المسألة في أنه لازم يعني تحصل محاصصة كويس لحركات، وإنما المدخل الصحيح في هذه المسألة أن نقول أن هناك مشكلة في السودان منذ الاستقلال. هذه المسألة بتتمثل في عدم المشاركة في السلطة. طيب أنت الآن ذكرت المحاصصة، اعتبرت أن ربما منح الحركات المسلحة تمثيلا في المجلس التشريعي اعتبرته محاصصة. أنتم في المؤتمر الشعبي من ضمن المآخذ التي تنادون بها ضد حكومة حمدوك أنها أقصتكم وأبعدتكم عن التمثيل إن كان وزاري أو تشريعي، ألا يعتبر هذا محاصصة؟ وأجبني بشفافية وصراحة وشجاعة. نعم. بعد إن قامت حكومة حمدوك بمنحكم مقعدا في المجلس التشريعي كحزب مؤتمر شعبي، هل ستقبلون؟ أول حاجة هذه مسألة أوضحناها من البداية. قلنا أننا لن نشارك في الحكومة التنفيذية. وهذا موقف لا بأس، لا تريدون حقائب وزارية. نعم. ماذا نعم. عن المقاعد طيب. التشريعية؟ المقاعد التشريعية نحن قلنا أنه يمكن الناس تشارك في المقاعد هذه محاصصة. إذن البعض قد يراه أمرا من باب ترضيتكم لاتقاء شركم مثلا. يعني التشريع في البلد، نعم، المشرعين لازم يكونوا من 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 مضارب مختلفة، من مضارب مختلفة، فلذلك المشاركة فيه ليس من أجل المحاصصة، المشاركة في التشريعيات في أنه أي صوت آخر لازم يبرز في 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 هذه المسألة، يعني في التشريعات وفي القوانين، نعم، لا بد من ذلك. فلذلك يعني حتى الناس لجأت للتمثيل النسبي عشان الفئات القليلة في المجتمع، نعم، تكون لها أيضا وجود. صحيح. فهذه مسألة مختلفة عن مسألة المحاصصة التي غرقت فيها الآن هذه الحكومة. طيب دعنا لا ننكر أن الوجود الحزبي بمختلف أشكاله مرفوض، يعني مرفوض أن يكون هناك أي تمثيل حزبي سواء في المجلس التشريعي أو في المجلس الوزاري انتهى أمره، ولكن في المجلس التشريعي مرفوض تماما أن يكون هناك أي تمثيل حزبي. ماذا لو طلب من الأحزاب مثلا أن تقوم بتفكيك نفسها وحل نفسها وأن تتقدم للمجلس التشريعي على اعتبار ووفق للمناطق والتمثيل الجغرافي وما إلى ذلك؟ هذه مسألة لا تحتاج يعني تمثيل الناس في على قبلي ومناطق تمثيل يعني دعيني نركز على 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 على, على الجغرافيا، لأن الجغرافيا يعني أوعب أكثر من 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 الإثني والتمثيل القبلي. فجغرافيا يمكن أن يتم ويجب أن تتم التمثيل على هذا الأساس. جيد. نحن ننادي بذلك. طيب
الـ 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 نحن في السودان نعاني أزمة حقيقية في أنه من يتولى السلطة لا يكون محايدا. يعني أنت قبل ما تتولى السلطة يمكن تكون عندك انتماء حزبي، لكن العدالة تقتضي أنك بمجرد ما توليت السلطة تكون لكل الناس. هذه ثقافة غائبة في كل مؤسساتنا السياسية، ثقافة أورثها النظام السابق للأسف أيضا. يعني كل الـ أول حاجة منذ التاريخ، منذ تاريخ الاستغلال، الاتحادين عندما يحكموا خلاص يخدموا مصالح الاتحادين. حزب الأمة لما تحكم هذا خطأ. الإسلاميين أيضا لما جو بدأوا يخدموا. هذه قضية الآن لابد أن يقول فيه الناس الرأي بكل وضوح، أنه من يتولى المسؤولية العامة العدالة تقتضي في أنه يعني يؤدي هذا العمل بأن يتنحى وأن لا يعطي حق لانتماء حزبي ولا قبلي ولا جهوي. طيب هذا ما ننادي به. مواقفكم المناهضة وتصريحاتكم المنوئة للحكومة الانتقالية بلغت بكم مبلغا أنكم أعلنتم باستعدادكم لوضع يدكم في يد الحركات المسلحة سابقا. كيف هناك ذلك؟ قول رائج بأنكم قمتم بهذا التصريح. البعض يرى أنكم إذا قمتم، هي الآن الحركات المسلحة تقود اتفاقيات سلام مع الحكومة الانتقالية، البعض يرى أنكم فقدتم ماء وجهكم بهذا، إن صح هذا أنا لا أعلم إن كانت شائعة أم لا، ولكن البعض يرى ويستغرب ويستهجن أنكم إذا أبديتم استعدادا بأنكم ستضعون يدكم في يد الحركات المسلحة أنه لا بأس لديكم بإراقة الدماء. لا هذا ليس خطنا أبدا. ونحن حريصين في أنه لا تراق الدماء، وأنه يعني السودان تكفيها ما سكب فيه من وما أرق فيه من دماء. وخطنا واضح جدا أنه أي قوة تصل للحكم بقوة عسكر نحن ضدها. يعني غدا إذا حدث انقلاب للنظام القائم ده سواء كان من الحركات ولا كان من العسكر نفسهم نحن ضد ذلك الاتجاه وسنقاول. تريدون أن يكون الانتقال سلميا، تسليم وتسلم؟ نريد أن يكون الشعب بإرادته الحرة في انتخابات حرة هو اللي بيحدد من يحكم. طيب أعطوهم فرصة إذن، يعني عمر الحكومة الانتقالية 3 سنوات فقط، لماذا لا تقفون جانبا وتراقبون وتعطونهم فرصة لتروا ما هم فاعلين؟ نحن الآن نبدي ملاحظات حول الممارسة. ولكن هذه الملاحظات دكتور قد تكون سيفا مسلطا، والبعض يراها أنكم تضعون العصا في دولاب الحكومة الانتقالية ولا تفتحون لها المجال لتقوم بأعمالها. نحن لم نمسك ولم نعترض على خطوة إصلاحية يمضون فيه، وليس لنا وسيلة في ذلك. فليمضوا في الإصلاحات، مثلا في قضية النازحين وحل مشكلتهم التي قلتها، وفي أنهم يعني كمان برضو التعويضات هؤلاء الضحايا ليست محل مساومة. طيب لماذا؟ طيب ألا يمكن أن تنتظر هذه التعويضات إلى حين أن تأتي حكومة منتخبة؟ لأن البعض يرى أن الحكومة الانتقالية مهامها محصورة، والحكومة الانتقالية على الرغم من أن مهامها محصورة هي الآن تقوم ببعض التجاوزات من أجل ربما لملمة بعض الشتات، فهناك مهام يجب أن تطلع بها الحكومة المنتخبة وليست من مهام الحكومة الانتقالية. مثلا مسألة التعويض. هل مسألة الأمن يحتاج إلى تأجيل؟ ما هو مسألة الأمن الآن تسير فيها الحكومة الانتقالية من أجل إرسال الأمن والأمان. النازحين لا يرون ذلك، لا يرون أصلا في الشهر الفائت مجموعة من البيانات صدرت لانتهاكات حدثت على الأرض. كويس، فلذلك
الآن الناس يريدون أن يروا فعل. نعم. أن يروا فعل. إذا رأينا فعل. نعم. من هذه الحكومة. وإذا رأينا في أنه يعني التهافت نحو إقصاء الآخرين. نعم. هذه كلها مسائل يعني ضد الشعارات. ضد شعارات الثورة. ونحن في المؤتمر الشعبي. نعم. شركاء في هذه المسألة. كويس. شركاء في التغيير. نعم. يعني لا أحد يستطيع أن يزايد علينا في أنه ما سعينا لل. طيب زيارة دكتور حمدوك لدارفور الأخيرة ألا ترضيكم؟ أليست مؤشرا جيدا على أن الحكومة بالفعل تسعى من أجل إرساء الأمن والأمان والنظر في أمر النازحين؟ نعم. هذه يعني لازم الحكومة تذهب وتسمع مباشرة عند للناس. نعم. لكن لا بد أنها يعني الآن سمعت من النازحين. نعم. فرجاء نرجو أنه الإسراع في المعالجة. نعم في المعالجة، لأنه قضية السلام هي المفتاح حل كل مشاكل السودان بما فيها الاقتصادية، حتى المشكلة الاقتصادية مفتاحها هو أن يتحقق السلام. وهؤلاء 3 مليون الآن الموجودين عاطلين عن العمل، إذا توجهوا لممارسة أنشطتهم التقليدية القديمة مؤكد سيخرجون. طيب. لأنه يشار لي بتقريبا بانتهاء الوقت، سؤال أخير إن سمح لي المخرج سريعا أجبني دكتور أمين. يقال إنكم تقومون بثورة مضادة وتواصلون إنكار أهلية حكومة حمدوك، وتتناسون أن هناك فريقا يطالب بالإطاحة بالمنظومة الإخوانية. لاحظ أنني قلت المنظومة الإخوانية ولم أقل المنظومة الإسلامية. فأنتم تعملون وكأنكم ما زلتم تحتفظون ببريقكم الذي كان في عهد دكتور حسن الترابي رحمه الله. هذا البريق بريق من يدعو لتطبيق قيم الإسلام في الحياة، هذه رسالتنا. لا نرى أبدا، يعني لا نرى شخص يعني يستطيع أن يوقف هذا المد بفكر أو حتى عضلي عليه. شكرا جزيلا لك دكتور أمين محمود عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، نورتنا كثير وشرفتنا. بارك الله. شكرا جزيلا.